اخوي زايد وش تقول للي صمم المقطع وش ردت فعلك يوم الجمهور يشلك على الاكتاف برجوعك الى بعد البرايم اللي المتسابقه هذا ندلدل على حب اخوياي لي الله يطول اعمارهم ولا قصروا معنا في البرايم ويظل الله بجيهم والجمهور اشكرهم واقول ما بعد قدمنا شيء باقي بشمون درجات تغريده ما قريتها يقولون حضورك قوي الاسبوع ذا وتواجدك متالق ويبون منك الاكثر والافضل الافضل تراك مثبت وجودك انه والله عقب خوف ابراهيم ظهر اللي عندي يستاهل صدق طول عمرك يبشرون ان شاء الله بالازين من كفو طول عمرك عندك الهدايا الحين ها عندنا هدايا الحين من سعيد الحظ اللي جايته هدايا